أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. من صحيفة الزمان، احتجاز نحو 800 امرأة وحدث بتهمة التورط مع تنظيم داعش. من موقع الهيئة نت، حملات دهم وتفتيش واعتقالات تعسفية شرقية الموصل. من صحيفة العرب اللندنية، المالكي يستخدم مظلومية البصرة لقطع طريق الولاية الثانية على العبادي. ومن صحيفة المدى، مرشحون مطلوبون للقضاء بتهم فساد وتزوير يخوضون السباق الانتخابي. من صحيفة العربي الجديدة، الأمم المتحدة لا يمكننا معرفة هوية مطلقي النار على مفتشين في دوما. ومن صحيفة القدس العربي، أردوغان يعلن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بتركيا في حزيران المقبل. وأخيرا من صحيفة الشرق الأوسط، ترامب يؤكد لقاء رئيس المخابرات الأمريكية مع زعيم كوريا الشمالية. أهلا بكم. سلطت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الضوء على جلسات المحاكمة الأخيرة التي شهدها العراق ضد نساء من تنظيم الدولة، واصفة تلك المحاكمات بأنها انتقامية. وتقول الصحيفة إن 10 دقائق كانت كافية لتسمع فيها أمينة حسن التركية حكم الإعدام الذي نطق به القاضي خلال جلسة المحكمة، والذي لم يتح فرصة للاستماع لها إلا ما جاءت به الدقائق القصيرة تلك، حيث أكدت أمينة أنها دخلت سوريا والعراق بصورة غير شرعية وعاشت فيما يسمى بدولة الخلافة لأكثر من 2 عامين، لكنها لم تحصل على أي أموال من التنظيم. خلال ساعتين فقط حكم القاضي على 14 امرأة أخرى بالإعدام شنقا حتى الموت، حيث تسعى الحكومة في بغداد لمتابعة وتعقب كل من له صلة بالتنظيم. وبينما يحاول العراقيون التعافي من موجة الدم والقتل التي صبغت البلاد منذ سنوات، فإن رئيس الوزراء حيدر العبادي يسعى إلى استغلال الدعم الدولي له في حربه على الإرهاب لتصعيد الملاحقات القضائية وإنزال أقصى العقوبات ضد من يوصفون بأنهم من أسر التنظيم أو مقاتليه. لكن هذه المحاكمات لا تشمل المقاتلين وحسب، بل تمتد لتشمل أقاربهم لتكون عمليات انتقامية أكثر منها لتنفيذ العدالة. وبحسب بليكس ويلي الباحثة في الشؤون العراقية بمنظمة هيومان رايتس ووتش، فإن المحاكم العراقية لا تكلف نفسها عناء التحقيق مع المتهمين. كل من ينطبق عليه القانون يعدم، ويتساوى هؤلاء مع من قام فعلا بالقتل أو الاغتصاب. ولم تصدر الحكومة العراقية إحصائيات عن أعداد المحتجزين الإرهابيين، غير أن مصادر خاصة تحدثت للصحيفة الأمريكية أكدت وجود نحو 13,000 شخص مشتبه في صلتهم بداعش اعتقلوا منذ 2017، في حين تتوقع منظمة هيومان رايتس ووتش أن العدد الحقيقي نحو 20,000 شخص. وتكشف الصحيفة أنه في صيف عام 2017 أحيل أكثر من 1,000 شخص إلى المحاكم، وحتى الآن تم الانتهاء من محاكمة قرابة 900 شخص منهم بمعدل إدانة وصل إلى 98% دون معرفة عدد الذين نفذ بحقهم حكم الإعدام حتى الآن. وتشير الإحصائيات التي حصلت عليها صحيفة أمريكية إلى وجود نحو 1,350 شخصا تم فصلهم عن السجناء العامين، ومن بين هذا العدد نساء أجنبيات ونحو 580 طفلا استسلم معظمهم لقوات الأمن العراقية في آب الماضي أثناء عملية استعادة بلدة تل عفر قرب الموصل كما ذكرت الصحيفة. ثمة جدل من نوع خاص تنامى مؤخرا داخل أروقة العملية السياسية، يعطي انطباعا عن مآل الانتخابات المقبلة التي ستجري في العراق بعد أقل من شهر.
فما بين انبهار المرشحين لها وبهرجة دعاياتهم التي اكتظت بها شوارع المدن العراقية وجدرانها وكذلك زواياها، تصاعدت حدة الخصومة بين الأحزاب السياسية القديمة والجديدة وبين الميليشيات التي تدعي أن صور أفراد منها قتلوا سابقاً مؤطرة بألوان الطائفية خالصة أو أولى بالتعليقات والدعاية من صور المرشحين. هذا طبعاً ما أشار إليه جهاد بشير في مقاله بصحيفة البصائر. ما بين سلوكيات التدافع ومحاولة احتراف أنماط جديدة من الإزاحة، يبدو التنافس السياسي في ذروة حراكه، ويظهر من مجرياته شيء من معالم المستقبل القريب الذي لن يكون مختلفاً هذه المرة كما يتصوره الواهمون والمروجون للمشاركة في الانتخابات تحت ذائع شتى منها: اختيار المصلحين وقطع الطريق على المزورين من استخدام البطاقة الانتخابية لأغراض التصويت لصالح جهات دون أخرى، وما في هذا السياق من مبررات لا تقوى على الصمود أمام واقع يعيشه العراقيون على مدى عقد ونصف، لا سيما وأن من يروج لها أو يصدقها هم صنفان من الناس لا غير: نفعيون يبتغون مكاسب مؤقتة أو ذات أمد، وجهلة يأبون التعلم من الأحداث وأخذ الدروس والعبر منها. حقيقة ما يجري في المعترك السياسي يشير إلى أن المشهد القادم لن يكون بالاتجاه الذي يتوهمه المخدوعون بجدوى المشاركة في العملية السياسية من أجل التغيير أو الإصلاح، وإنما نحو مزيد من الفوضى والتعقيد الذي يجمع بين متناقضات تسعى القوى المتحكمة في إدارة دفتها إلى إخضاع العراق تحت مزيد من الضغوط لصناعة مبررات يراد لها أن تكون منطلقات لتدشين مرحلة جديدة على مستوى المنطقة ككل. الكاتب يرى أن التمادي في محاولة إقناع الشارع العراقي أن أحدا يمكنه أن يلجم العملية السياسية ويعدل من مسارها ضرب من الوهم وخداع، بات تكرار الحديث بالتحذير منه يعكس مرضا فكريا وثقافيا لدى متلقيه، وظاهرة سلبية يخشى أنها من أمارات اليأس الذي يراد له أن يكون واقع حال يجبر الناس على الرضا بخيارات محددة ومقتصرة على صنف واحد، رغم أنهم في الأساس غير ملزمين أن يفاضلوا بين سيئين حتى وأن بدا الصالح بعيد المنال أو صعب التحصيل. في الأشهر الأخيرة رفع رئيس الوزراء حيدر العبادي من نبرة كلامه وزاد من وتيرة أحاديثه بخصوص مكافحة الإرهاب والمكافحة بشكل عام ووعوده وتعهداته بإقران الأقوال بالأفعال. هيئة النزاهة من جانبها ما عادت تستحي وتكون بخيلة كما في السابق، فتتردد في إعلان التفاصيل عن الفاسدين والمفسدين الملاحقين أو المحالين إلى القضاء أو المحكومين. عدنان حسين يرى في صحيفة المدى ماكنة مكافحة الفساد الإداري والمالي تحركت بفضل الانتخابات، ونأمل الآن ألا تصاب بالعطب والعطل والخلل من جديد فتفتر حركتها ويتلاشى ضجيج محركها بمجرد إغلاق صناديق الاقتراع مساء 12 من أيار المقبل. بعض الفاسدين بلغ حدا من الصلافة أن يرشح في الانتخابات ضمن قوائم القوى المتنفذة الراعي الأكبر لعمليات الفساد، فيما أباطرة آخرون يسرحون ويمرحون أينما يشاءون داخل البلاد وخارجها. ومع التيار مشت وزارات ودوائر وجدناها تتسابق في الإعلان عن كشفها حالات فساد داخلها، لكنها عموما من وزن الريشة والوزن المتوسط، أما ذو الوزن الثقيل فمحميون بالعناية الحكومية. هذا النشر شبه اليومي عن منجزات الوزارات والدوائر والمصارف في الكشف عن الفساد أمر مفرح بالتأكيد، لكنه أيضا مثير للفزع فضلا عن الوجع. الشعور حياله يشبه الشعور المتأتي من اكتشافك وأنت في أعالي البحر أن السفينة التي تسافر بها مثقوبة والمياه تتدفق إليها على نحو ليس من السهل السيطرة عليه. نحن كما يتبدى لنا من هذا النشر، وهو محدود ولا يأتي بكل التفاصيل، في دولة مستباح فيها كل شيء.
أموالها ودستورها وقوانينها وكرامتها وسيادتها واستقلالها. هذا الانفلات في الفساد الإداري والمالي ما كان له أن يكون لو لم يكن يحظى بالرعاية والعناية من الأحزاب والقوى المتنفذة وقياداتها، وما كان أن يكون ويتواصل ويتفاقم لو لم تتأخر إجراءات المكافحة الفعالة كل هذا الوقت. الكاتب يقول إن المفزع أيضاً أن الضوء المرئي في نهاية النفق يبدو خافتاً وباهتاً للغاية، وهذا ما تكشف عنه صور المرشحين إلى الانتخابات التي تزدحم بها الشوارع والساحات الآن. ثمة العشرات وربما المئات من المرشحين، وخصوصاً على قوائم الأحزاب والكتل والائتلافات المتنفذة، هم فاسدون بامتياز. المشكلة أن هؤلاء مضمون فوزهم بالمال الحرام الذي نهبوه من الموازنات السنوية وسواها، وبالدعم السياسي الذي يحظون به من قيادات الأحزاب والكتل. ويتساءل الكاتب: كيف نكافح الفساد فيما نفتح أبواب أعلى وأهم هيئة في الدولة للفاسدين؟ فجأة تحولت عملية تسليم متهم بالفساد هارب منذ العام 2003 إلى موضع السجال الانتخابي. بعضهم حاول استخدام ذلك للدعاية الانتخابية، لا سيما أن توقيت التسليم الذي جاء بعد أشهر من الاعتقال للمتهم زياد القطان في مطار عمان، ثم البيان الذي صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يتيح مثل هذا الربط. يحيى الكبيسي يقول في صحيفة القدس العربي أنه بعيدا عن هذا السجال الانتخابي يبقى السؤال الجوهري متعلقا بعجز أجهزة الدولة عن ملاحقة المتهمين بالفساد والعجز عن استرداد أموال الفاسدين. مراجعة التقرير السنوي لعام 2017 الذي أصدرته هيئة النزاهة العراقية تكشف وجود 421 ملف تسلم مطلوبين هاربين عليهم أحكام قضائية غيابية، فضلاً عن 52 ملفاً يتعلق باسترداد الأموال المهربة. ولكن تدقيق الأرقام التي يقدمها التقرير تكشف أيضاً عدد الملفات الخاصة بتسليم المطلوبين الهاربين التي تم إغلاقها، والتي بلغت 347 ملفا. وهذه الملفات أغلقت لأن المتهمين فيها إما أنهم قد سلموا أنفسهم أو اعترضوا على الحكم الغيابي أو شملوا بقانون العفو العام أو ألقي القبض عليهم أو لم يثبت مغادرتهم الأراضي العراقية. وهذا يعني أن العدد المعلن للملفات الخاصة بالتسليم قد تشمل هي الأخرى بهذه الإجراءات في مرحلة لاحقة. وتقرير النزاهة أيضا يشير إلى أن عدد المشمولين بقانون العفو العام خلال العام 2017 بلغ 3542 محكوما، وأن قيمة الفساد التقديرية في القضايا المغلقة بموجب هذا القانون بلغت أكثر من 200 مليون دولار، فيما بلغت الأموال المسترد أقل من 20 مليون دولار، أي أن أكثر من 90% من الأموال قد ضاعت تماماً على الدولة بموجب هذا القانون. الكاتب يرى أنه على الرغم من الدعوات الصريحة والمتكررة لمكافحة الفساد، فإن الوقائع على الأرض تثبت مرة تلو أخرى أنه ليس ثمة إرادة سياسية حقيقية لذلك. فالفساد في العراق ليس مجرد سوء استعمال الوظيفة في القطاع العام من أجل تحقيق مكاسب شخصية، بل هو جزء من بنية الدولة نفسها، فضلا عن أنه قد تحول إلى ظاهرة عامة لها القدرة على شرعنة نفسها سياسيا واجتماعيا ودينيا بمسوغات عديدة. ولعل قانوني العفو 2008 و2016 التي شملت الفاسدين والمزورين مجرد مؤشرات في هذا السياق. انتقدت صحيفة التلغراف البريطانية التهديد الروسية بأن غارات التحالف الغربي بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا ضد سوريا يمكن أن تثير حربا ثانية. وترى الصحيفة في مقال كتبه كون كوغلين أن هذه الضربات الجوية تعطي درسا، وهو أنه عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن نظام الأسد فإن روسيا ليست أكثر من مجرد نمر من ورق. وأشار الكاتب إلى أن أستاذة ترويج الدعاية في الكريملين أو أساتذة ترويج الدعاية كانوا يحاولون قبل أيام ترويع الجميع لجعلهم يصدقون أن أي تدخل عسكري غربي في سوريا من شأنه أن يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.
مع ذلك فقد أكملت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مهمتها بنجاح لتعطيل البنية التحتية لأسلحة نظام الأسد الكيميائي، في حين لم يطلق الروس طلقة خطيرة غضبا. ووصف الكاتب عالم كريملين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالخيالي، وبأنه لا يزال يريد منا الاعتقاد بغير ذلك، زاعما أن أنظمة دفاعه الجوي تمكنت من إسقاط غالبية الصواريخ التي أطلقت على نظام الأسد في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي. لكن حتى هذه الإشاعة الكاذبة تم وأدها بعد أن قامت وسائل الإعلام الموالية للأسد ببث صور المواقع المختلفة التي حولتها الضربات الجوية إلى ركاب. وأضاف الكاتب أن تحذيرات موسكو الرهيبة من العواقب العسكرية غير المتوقعة لم تكن الأكاذيب الصارخة الوحيدة المنطلقة من الكرملين، ففي محاولة بائسة للنأي بأنفسهم عن الاتهامات بالتورط في استخدام الأسلحة الكيميائية، حاول الروس الإيحاء بأن السلطات البريطانية كانت مسؤولة عن محاولة التسمم التي وقعت بمدينة سولزبيري بإنجلترا، وعندما فشلت زعموا أن الاستخبارات البريطانية كانت قد رتبت الهجوم الكيميائي على المواقع التي يسيطر عليها الثوار في ضاحية دوما في دمشق. مع ذلك نبه الكاتب إلى أن نجاح التحالف الغربي في إذلال الروس بسبب موقفهم المضحك في سوريا لا يعني إغفال التهديد الذي يشكلونه في مجالات أخرى مثل أشن الحروب الإلكترونية التي يبرعون فيها. وختم الكاتب مقاله بالقول إن التدخل العسكري المحدود ضد نظام الأسد ربما اقترب من نهايته، لكن لا توجد نهاية قريبة للحملة الأوسع لاحتواء التهديد الذي تشكله الدول المارقة مثل سوريا وروسيا كما يرى الكاتب. نشرت صحيفة لو فيغارو الفرنسية تقريراً تحدثت فيه عن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للقضاة التحقيق بشأن النقل القسري لأفراد من الأقلية المسلمة الروهينجيا إلى بنغلاديش. وقالت الصحيفة إن هذا التحقيق من شأنه أن يغير تاريخ الروهينجيا، ففي 9 نيسان طالبت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بتمكينها من التحقيق في مسألة الترحيل القسري للروهينجيا إلى بنغلاديش. وعلى الرغم من أن بورما ليست طرفاً في معاهدة روما، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية ستفتح تحقيقاً بشأن الجرائم المرتكبة على أراضيها. الصحيفة أفادت بأنه منذ 25 آب الماضي أجبر ما يقارب من 700,000 من الروهينجا على الفرار خارج البلاد من الاضطهاد العسكري في بورما. وتعتبر المدعية العامة أن السلطات البورمية هي التي تسببت في نقل الروهينجا إلى بنغلاديش رغما عن إرادتهم، وهذا ما يسمى بالنقل القسري. وأشارت الصحيفة إلى ارتكاب السلطات البورمية نوعين من الجرائم، الترحيل والنقل القسري، لتكون المحطة الأخيرة لأفراد هذه الأقلية المسلمة بنغلاديش، وذلك وفقا لما أكدته سيلين بارديت وهي محامية متخصصة في قضايا جرائم الحرب والعدالة الجنائية الدولية. كما استشهدت فاتو بنسودا بالكثير من التقارير التي تظهر أدلة على حدوث إبادة جماعية في طلبها الموجه للمحكمة الجنائية الدولية للقضاة. وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال تمت المصادقة على طلب المدعية العامة فإنه سيكون بإمكانها الشروع في التحقيق بنفسها، أو بإمكان دولة بنغلاديش التحقيق حول الجرائم المرتكبة على أراضيها. وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تقديم طلب من هذا القبيل، ووفقا لسيلين بارديت فإن هذا طلب هام للغاية وسابقة قانونية ستكون مؤثرة ومفيدة للمهاجرين. الصحيفة تنقل عن لسيلين بارديت قولها إن هذا طلبا هاما للغاية وسابقة قانونية ستكون مؤثرة ومفيدة للمهاجرين، فيما يرى ماثيو ويلس كبير مستشاري شؤون الأزمات في منظمة العفو الدولية أن طلب المحكمة الجنائية الدولية هو الخطوة هامة لضمان العدالة في خضم الجرائم المروعة التي ارتكبها الجيش البورمي ضد سكان الروهينجيا، بما في ذلك عمليات القتل على نطاق واسع والعنف الجنسي وحرق القرى.
مشاهدينا الكرام، في فقرة خبر اليوم، يبحث أكثر من 6000 شرطي ياباني عن لص منذ أكثر من أسبوع، لكنه ما زال طليقا متواريا عن الأنظار، الأمر الذي دفع وزارة العدل للاعتذار من المواطنين بحسب ما نشرته صحيفة الاتحاد الإماراتية. احتلت هذه القضية عناوين الصحف ونشرات الأخبار في اليابان، وتتبعت محطات التلفزيون وقائع المطاردة التي بدأت في 8 من نيسان الجاري، حين أفلت تاتسوما هيراوا البالغ من العمر 27 عاما من رجال الأمن في سجن ماتسوياما في جزيرة إيماباري جنوب غربي اليابان. وقدمت وزيرة العدل يوكو كاواكامي اعتذارها من فشل الأجهزة الأمنية في القبض على المطلوب، وقالت إن الحادثة أثار الكثير من القلق بين السكان، لا سيما لأن المسنين كثر يعيشون بمفردهم. هذا وتحدثت كاواكامي عن نشر عناصر أمن لحماية مدارس هذه الجزيرة البالغة مساحتها 22 كيلومترا مربعا وعدد سكانها 22,000، وتتأخر عمليات البحث بسبب وجود 1000 منزل مهجور في الجزيرة لا يمكن للشرطة أن تداهمها إلا بعد موافقة أصحابها. والآن إلى الكاريكاتير. في الختام، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.